تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقضاء الكامل على ما تبقى من فكر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذي غزا المدارس السعودية، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة. وكشف بن سلمان أن بلاده ستطلق مبادرات لضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. دكتور سعيد، عودة لحضرتك مرة أخرى. تابعنا هذا اللقاء الذي خرج بشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية، وكانت هناك تصريحات هامة أبرزها والقضاء على الفكر المتطرف والجماعة الإخوانية. كيف يمكن تطبيق هذا على أرض الواقع برأيك؟ يعني أعتقد أنه حتى الآن معروف تماما أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود حركة إصلاحية وتصحيحية بشكل أو بآخر في المملكة العربية السعودية، مرتبط بالتجديد، مرتبط بأشياء كثيرة جدا، وأعتقد أن له شعبية كثيرة في الشعب العربي السعودي بشكل أو بآخر. لكن القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية ليست فقط هي هاجسه، ولكن هي هاجس عدد كبير جدا من القادة، لأن الإخوان لا يريدون تقدما ولا نهضة ولا نمو ولا أي شيء آخر، فقط يريدون أن تتراجع الدول العربية، والدولة الإسلامية الأولى هي المملكة العربية السعودية في العالم كله بحكم أن فيها المشاعر الدينية بشكل أو بآخر. كل هذه الأشياء أعتقد مرتبطة بشكل أو بآخر بالرؤى السياسية لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يحاول من خلال جولاته الخارجية، من خلال مستشاريه، من خلال عدد كبير جدا من الوزراء الذين اعتمد عليهم، بحيث تكون السعودية منقاة تماما من مسألة الجيوب الخاصة بجماعات الإخوان الإرهابية. أعتقد بشكل أو بآخر هذه التحركات أعتقد أنها تحظى باهتمام كبير من الشعب العربي الليبي والشعب الإسلامي في كل مكان.